عليكم طلاب جامعة أوروك، مرحلة ثانية قسم بصريات. اليوم نتناول موضوع Low Vision Aids for Rehabilitation of Visually Handicapped. Low Vision Aids هي معينات أو مساعدات البصر لدى المرضى اللي يعانون من ضعف بصر شديد. طبعا موضوع جدا شيق بالنسبة لفاحصي البصر. تعريف Definition: A person with low vision is one who suffers visual acuity between 6/18 to 3/60 in the better eye after the best possible correction. يعني المريض عنده ضعف بصر توصل درجة الرؤية عنده 6/18 أو 3/60، يعني دا يباوع الرقم الكبير 60 على بعد 3 مترات، وهذا ما يقارب عد الأصابع على بعد 3 مترات. طبعا على شرط انه هذه الرؤية بعد ما اتنو صححت بافضل درجة دي يقدر يشوف، يعني هذه مع ارتداء عويناته الرؤية عنده اما 6/18 او عد الاصابع على بعد 3 مترات. بهذه المرحلة نقدر نقول انه هذا المريض عنده ضعف بصر، يعاني من ضعف low vision، او انه الفيلد اوف فيجن يعني الساحه البصريه عند المريض بين 20 الى 30 ديجري، واحنا نعرف الساحه لدى المريض من الاعلى 70 من الاسفل 90 ديجري، والجانبين ياخذون مسافه 120 ديجري. اوكي، فهذا عنده very restricted visual field، عنده ضيق بالساحة البصرية جدا عن الدرجات اللي هسه ذكرتها. فعلى أي مبدأ راح تشتغل low vision aids، هاي المعينات لضعف البصر، على أي مبدأ راح تشتغل الـ basic principle of low vision aids؟ Optical low vision aids are based on the fact that with sufficient magnification the normal retina surrounding the damaged central retina can be used for central vision. يعني أقدر أوسع الرؤية لدى المريض، فأقدر أستخدم البريفرال رتنا، أقدر أوجه الصورة الإيمج على البريفرال رتنا، الرتنا المحيطية، ذلك بسبب تلف الشبكية المركزية، فأقدر أكبر الصورة بحيث تلتقطها الشبكة المحيطية للمنطقة الوسطية المصابة. بهذه الحالة راح يقدر المريض يجمع الصورة من المناطق المجاورة لمركز الشبكية ويأخذ فكرة عن المحيط اللي حوله. أنواع Low Vision Aids: نقدر نستعمل Optical اللي هسه شرحنا البرنسبل مالتها، المبدأ أو العمل مالتها، وأكو Non-Optical لا بصرية، إذا عندي بصرية وأكو لا بصرية. إحنا أهم شيء عندنا البصرية بالنسبة لكم كفاحصي بصر. أول شيء Optical Low Vision Aids راح عندي Magnifying Spectacle يعني العدسات المكبرة، الهاند ماجنيفايرز باليد، نقدر نستعمل مكبرات اللي نستعملها باليد يكمشن مريض، أو ستاند ماجنيفايرز يحطها على الميز مكبرات أمام الجسم اللي يريد يكبره، تلسكوب النواظير انترا اوكولار لو فيجنز ايدز يعني شلون هسه اللي نشوفه الايمج داخل العين تنزرع عدسات او كاميرات، واذر اوبتيكال ديفايسز. فالنيو تكنولوجي هي احدث شيء انه انترا اوكولار لو فيجن ايدز. نشوف هسه هنا صوره اي او ال انترا اوكولار لينس، عدسه داخل العين وتحتوي بداخلها على عدسات مكبره حتى تخلي الرؤيه تسقط على الشبكة المحيطية البريفرال رتنا مو على السنترال رتنا، لأن ندري إنه السنترال رتنا دامجت. أو هذا البروسيثيسيس تنشوف هنا كورنيال جرافت، هاي أكو خيوط مرقعين القرنية وبداخلها ثقوب، هذه هي أيضا عدسة مكبرة مزروعة داخل القرنية. وهنا عدت الصورة الأخيرة هي هذه retinal implant، نقدر حتى داخل العين اللي يصيحولها biotonic eye العين الحيوية، نقدر شريحة نزرعها على الرتنة ونوصلها للأوبتيك نيرف حتى توصل
الرؤية على شكل electrical pulses، نبضات كهربائية. الـ other optical devices يعني نقدر نستعمل مواد بصرية أخرى غير المناظر المكبرة والعدسات المكبرة. نقدر نستعمل العدسات اللي تمتص الأشعة، فتقدر تخلي المريض يكون مرتاح بالرؤية، اللي هي تنتد لينس، العدسات اللي يشون الفوتوغراي الطبية الشمسية، حتى تقدر تقلل الإضاءة ويكون الرؤية أوضح عنده. وبولارايز وفلتر لينسز، أكيد سامعين، ما سياقة ليلية هم مناظر، أو فلتر من الحاسبة حتى تقلل الإضاءة الضارة وتدخل أكبر أشعة مفيدة للعين. أكو فيجوال انهانسمنت ديفايسز، مثلا فريسنال بريزم حالة المريض اللي باوع دبلوبيا ازدواجية بالرؤية، أو ده يصير عند الفيلد مثل ما قلنا ضيق، فنحاول نطيب بريزم حتى يطي جزء من الفيلد البعيد يصير أمامه. ومثلا ده شوف هذه الكاميرا اللي هي يصبح لها ايريس كاميرا، طبعا كلها هي نفس المبدأ، يا اما كاميرا وتعطيني زوم تكبر الجسم اللي امام المريض، فلهذا راح تحسن له الرؤية. النون اوبتيكال ديفايسز، خلصنا الاوبتيكال، إن شاء الله أحد من الطلاب يختص بالموضوع، لأن شوية عندنا بالعراق عدد اللي عندهم هاي الأدوات لتساعد المريضين الضعف البصر عندهم قليلة جدا يتعاملون بها فاحصين البصر. النون اوبتيكال ديفايسز هاي طبعا مو اختصاصك، بس المفروض تعرف انه اكو بدائل اذا المريض كلش رؤيته ضعيفة جدا ومدى تفيد الاوبتيكال، نقدر نحسنها بالنون اوبتيكال، اللي هي ابروتش ماجنيفيكيشن، يعني المريض يتقرب من الحاجة حتى يشوفها، نقول له اقترب من التلفزيون او اقترب من الشاشة اللي تريد تباوع بيها او الكتاب حتى تشوف واضح ماكو اشكالية. اللايتنينج، اضاءة قوية يقدر يستعملها اضافية بالاضافة لضوء الغرفة او المكان، يقدر يكون وياه اضاءة إضافية يضوي على المكان اللي يريد يشوفه حتى تكون رؤيته أفضل. كونتراست انهانسمنت، نوصي مثلا حافات الدرج يقدر يخليها بلون آخر حتى يعرف وصل للنهاية، أو حافات الممرات يقدر يخلي أضوية أو يقدر يخلي لون مختلف عن الجدار البقية، فحتى يعرف إنه وصل لحافة حادة أو حافة الجدار. increase the size object، يعني الأجسام داخل بيته يستعملها، حجمها كبير، قلاصة كبير، ملعقة كبيرة، تلفون حجمه كبير، حتى يقدر يتناولها بسهولة. electronic magnifiers، هسه مثل ما نلاحظ انه هنا تقدر تخلي الكتاب والشاشة تلتقطه وبعدين تبرز الكياب بصورة أكبر، تعطي زوم وتكبره. أو writing and communication devices، نشوف بعض الموبايلات تقدر بالتليفون تعطي الأوردر، الإعازات عن طريق الكلام. orientation and mobility low vision aids، وبعض الاتجاهات والتوجيهات اللي يقدر المريض يستعمل أضوية داخل البيت، مثلا فتح الباب ينفتح ضوء حتى ينتبه إنه صارت حركة. وعندي another low vision aids كلش مهمة، اللي هي sensory substitute assistive devices. نقدر مو بس احنا سجلنا ال optical وال non optical، بس اكو حسية، يعني احنا البصر هو احساس، فاذا فقد المريض يقدر يعوض بقية الحواس الخمسة انه يعوض عن البصر. شنو auditory substitutes؟ يعني بعض الكتب الناطقة، هسه اكو قرآن مثلا اذا تخلي عليه مؤشر يبدي هو يقرأ، المريض مو شرط هو المريض يقرأ، يعني هو الكتاب يقرأ، يخلي القلم هو يبدي يقرأ، او ادعية. بعد عندي التكتايل سبستيوتس كلش مهم، اللي هي هذا للمرضى اللي عندهم very low vision او no light perception، يعتبرون blind، اكو طريقة بريل يقدر يقرأ بهذه الطريقة، عن طريق هسه ده نشوف اللمس، تكتايل احساس، فيخلي اصبعها على الكتابة وحسب النتوءات
ده تظهر عنده، يقدر يحدد الحرف هذا شنو ويدمج الكلمات فتظهر له جمل، وتعتبر أحد طرق القراءة لدى المرضى ضعيفي البصر أو فاقدي البصر. إن شاء الله المحاضرة تكون سهلة وشيقة بالنسبة لكم، بالتوفيق للجميع. وبس قبل ما ننهي المحاضرة، دكتورة ميسم ذاكرت لكم أسباب للو فيجن، هنا أنا ما ذكرتها، هي ما ركزت عليها. أنا أهم شيء تعرف لي أكو أوبتيكال ونون أوبتيكال، وهو مثال على كل حالة في حال صار عندنا امتحان عملي بالفصل الثاني. بس ناخذ فكرة سريعة لأسباب فقدان البصر. احنا نعرف عندي يا اما عندي الايج ريليتد ماكولار ديجنريشن، يعني مشاكل ضعف البصر لدى كبار السن نتيجة التغيرات الانحطاطية بالشبكية، او روتينيتس بيجمنتوزا اللي هو مرضى العشو الليلي الولادي اللي يصير في بعض العوائل، يكون ضعف بصر عندهم شديد، وبعض مرضى الجلوكوما بالادفانس ستيج لما يوصل مراحل متقدمة ويفقد من الساحة البصرية مالته المريض اللي مرضى داء الزرقاء، بعض مرضى الكتراكت بعد ما نسوي لهم عمليات في بعض الأحيان ما تكون النتائج مالتها مرضية ويظل المريض شوفه ضعيف، ولمرضى الأمبلوبيا كنا ما يخفى علينا الليكزي آي العين الكسولة اللي هي نتيجة ضعف بصر احتمال من الطفولة، والطفل ما ارتدى مناظره فصار بها ضعف ما يقدر يشوف واضح، أو حتى لو without any cause عنده ضعف وما دا يتصلح، أو أفضل درجة قدر يوصل لها بعد التصحيح قلنا 6-18 أو counting finger عد الأصابع على بعد 3 مترات، فنقدر نستعين باللو فيجن ايدز ان شاء الله خلال خبرتكم وحياتكم تجهزون للمرضى، ونستعين بكم وبالتوفيق للجميع. Thank you.